السلام عليكم. صار لنا سنوات طويلة ننتظره بفارغ الصبر. رجع معدلة لشركة نوكيا تبرد القلب مثل ما يقولون. رجعت رجع أيام الزمن الجميل لنوكيا اللي احنا كعشاق نتمناه هذا من كل قلبنا يصير. رجع بجهاز قوي فلاكشيب من صدق يتسيد عالم الهواتف وعشته. هذه ظلت أحلام وآمال. سنة بعد سنة من يوم رجعت نوكيا بقيادة HMD جلوبال الفنلندية والأمل ديموت. اليوم أبشركم أخاف كان باقي شوية أمل عدي، أمل تزوجت والباقي طار من قررت نوكيا أن ترجع من الشباك أصدقائي. فشنو القصة؟ هسه جايب لكم كل التفاصيل. مرحبا أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم. HMD جلوبال من استلمت نوكيا ب 2017 بلشت بداية صح. طلعت لنا جهاز فلاكشيب، جهاز متوسط، وجهاز مال فيكة مال أيام الخير، وأجهزة رخيصة متنوعة هواية. صح فشلت نوكيا مجال الأجهزة القوية، لكن السبب كان واضح والأهم هو سوء اختيارها للمواصفات، قلة الخبرة بالتسويق من HMD، والأسعار النارية الخرافية اللي خلتها للأجهزة، واعتقدت أنه اسم نوكيا كافي أن يشيل الليلة ويقنع الناس. الفشل أصدقائي لازم نوكيا تقريبا سنتين عدا بأوروبا اللي اسمها القديم شوف عليها هناك، ونجحت فقط بالأجهزة الرخيصة. هنا HMD قررت أن تستغل اسم نوكيا الشهير والطريقة غريبة ومخجلة برأيي حتى ترجع بها المنافسة من الشباك. سامعين أصدقائي، بيل وايت ليبل كومباني هذا مصطلح تسويقي للشركات اللي تنتج أي منتج أنت تريده بدون اسمها، وأنت كمستثمر تروح تشتري منهم هذا المنتج ويطبعوا لك اسمك عليه وأنت تسوقه. هذا معروف وقديم، وهواي شركات تليفونات تسوي مثل شاومي وريلمي وهواوي اللي ينتجون كل شيء أصدقائي، من ساعات إلى سماعات، تلفزيونات، لابتوبات، حتى مكنسات كهربائية وسكوترات، كلها تشتري هذه الشركات من شركات الوايت ليبل ضمن معاييرها ومواصفاتها وتسوقها تحت اسمها. بس سؤالي تنتبه لي إن أنا شوية وتركز وياي. عادة الأجهزة الذكية كلها مركزها ومحورها هو هواتف هذه الشركات. هواوي تسميها السوبر ديفايسز، يعني كل جهاز هواوي يرتبط بالتليفون بدقة وبسرعة ويتحول لجهاز واحد عملاق. هواوي سمحت للسوبر ديفايز أن يوحد 9 أجهزة بآن واحد. شاومي عندها مثل هذا المبدأ أيضا، وريلمي عندها لكن بأجهزة أقل وتركيز على أشياء ثانية. أعتقد هسه وصلت لكم الفكرة إنه الهاتف هو مركز العالم وأجهزة فرعية هواية تسنده. نوكيا دخلت من الشباك، بلشت تطلق ساعات وسماعات تلفزيونات ولابتوبات، وهي هواتفها ما منتشرة أساساً. HMD جلوبال تريد أن تعصر اسم نوكيا عصر على مود فلوس، ودخل بمجالات ما مشتغل بها قبل ولا حتى دا يحاول يطورها من صدق. وبدل ما تطور تليفوناتها وترجع جزء من الهيبة مثل ما سوت لينوفو ويا الموتوريلا اللي أبدعت بالأكس 30 برو والأس 30 برو، تقدرون تشوفون فيديوهاتهم ليش أنا معجب بيهم بالقناة موجودة. لا، نوكيا قررت رجعة من الشباك غريبة ودخلت العالم البي سي والجيمينج. وأكو أخبار ثانية تقول إن نوكيا تريد أن تطلق النوكيا جيم باد أو جهاز جيمينج يشبه النينتندو سويتش بالتعاون ويا شركة ستريم فيو اللي أطلقت سابقا تلفزيونات نوكيا بأوروبا، وأيضا بالحاسبات تعاونت ويا أوف جلوبال حتى تطلق 3 لابتوبات سوا بيوم واحد، البيور بوك، البيور بوك برو، والبيور بوك لايت. صراحة لو تعلق نوكيا العشرة شمع بدون جهاز فلاكشيب بالسنتر يتواصل ويا هذه الأجهزة ويتضمن إمكانية وصول لا محدود ويا أجهزة نوكيا ثانية، ما أعتقد بهيج قيادة ولا HMD راح تقدر تطلق بالسفينة مال نوكيا مرة ثانية. ما راح تقدر تواجه الوحوش مثل شاومي وريلمي وموتوريلا اللي دي بدعونه بصراحة آخر أيام. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي أصدقائي. خير وصحة وسلامة، في أمان الله.